ربما رأيت هذا الرمز سابقاً على وشم أو في معبد صيني. اسم هذا الرمز الين واليانغ، وأصله من الطاوية، وهي ديانة صينية قديمة وله معان كثيرة قد لا تستطيع حصرها. الين هو الموجة السوداء، وهو مرتبط بالظل والأنوثة، بينما تدعى الموجة البيضاء يانغ، وتمثل النور والعطاء والنمو. وفي كل جزء هناك نقطة من اللون المعاكس، فلا يوجد في الحياة ما هو كامل. يعتقد الطاويون أن العالم يسير بموجات من الطاقة واهتزازاتها التي تتوزع حسب أنماط مختلفة، ومن الممكن أن يحتوي الشيء ذاته على الين واليانغ أو يكون أحدهما بناء على معطيات كثيرة. فالقمح النامي هو يانغ، وعندما يحصد يصبح ين. زبد الموجة هو يانغ وجسمها ين. في الصين يسمون القرى الواقعة في شرق أي واد لي يانغ أو شي يانغ، بينما يدعون القرى الغربية بأسماء كجيانغ ين. فرامل السيارة هو يانغ، بينما دواسة البنزين هي ين. قشرة البيضة هي يانغ وداخلها ين. اليانغ أقسى وأقوى وأكثر إشراقا وسرعة، ولكن من الممكن أن يتحول إلى ين، فهما كوجهي العملة الواحدة. أشعة الشمس هي يانغ إذا ما قارناها مع الظل. رمي الكرة يانغ وإمساكها ين، فاليانغ يبدأ بالفعل والين يتلقاه ويكمله. الين هو المساحة داخل الكأس، واليانغ هو الكأس، وبخار القهوة يانغ بينما سوادها ين. من الممكن أن يذهب اليانغ إلى الحدود العظمى، ولكن الين ليس بالضعيف. الين هو الموجة السوداء الأنثى، ولكن فيها جزء من اليانغ، واليانغ أيضا ليس بكامل. الين هو ماء النهر الجاري بسلام، ولكن الماء ذاته يتحول إلى يانغ عندما يصل إلى الشلال. أعواد تنظيف الأسنان هي ين، وعمود الكهرباء يانغ. ظهر الإنسان فيه الكثير من الين، ورأسه هو اليانغ. يؤمن الطاويون بأن هناك قوة في العالم هي أعلى وأعمق وأصدق من أي قوة أخرى، ويدعونها التاو، وتعني الطريق. وبعكس الديانات الأخرى، لا يوجد في الطاوية قوة شر مطلقة تحارب الخير المطلق. لذلك علينا أن نتعلم من الاثنين، وأن نعيش بانسجام مع كل قوى الطبيعة. لذلك علينا ألا نحارب القدر. أنصت أكثر وجادل قليلاً، تعلم أن تكون أكثر مرونة لتحقق أحلامك بسرعة أكبر. لا تحارب لتكون الأفضل، فأنت هو أنت. عش ببساطة، فالتعقيدات تبعدك عن التاو. والأكثر حكمة هو الأكثر مرونة، وهو الذي يستطيع أن يعيش بانسجام مع التاو. لذلك عليك معرفة قوى الين واليانغ الموجودان في داخلك.